استقبلنا عبد السلام بودخيل ببيته بمدينة بوقطب رفقة ابنته سهيلة التي حققت هذه السنة أعلى معدل بشهادة البكالوريا بالبيض بمعدل بلغ 17.37. سر النجاح هو المراجعة المستمرة والدروس مراجعة الدروس المكثفة والمستمرة على طول العام الدراسي، الدعم المعنوي المقدم من العائلة إضافة إلى دعم الأساتذة ومراقبتهم لنا ومتابعتهم طوال العام الدراسي. الوالد اعتبر النتيجة التي حققتها سهيلة ثمرة الاجتهاد والنجاح، خاصة وأن أختها خنساء حققت قبل 4 سنوات أعلى معدل هي الأخرى بشهادة البكالوريا بالبيض. نشكرها، حققت لي حلمي الحمد لله، وإن شاء الله مزيد من النجاحات للأمام. لك حنا نشكر البنات هذو في ربعه اللي كانوا عندي هنا كاع من مثلا الدراسه نتاعهم نجحوا فيه. الاولى هذه في 2015 وهذه في 2019 كانت قدوه للوحده، وكل وحده القدوه الاخرى، وما عندهمش مجال اخر ما عاد الدراسه يعني، وهذا هو السر اللي خلاهم باش يلحقوا على النتائج المحققه اليوم. انا بالنسبه لي ما كانش يعني سيربريز، والله سي با اون سيربريز. لو كان كانت النتيجة عكس هذا كانت بالك تفاجئني. أنا راح نقرأ طب، هذا التخصص يعني بعد ما تحصلت المعدل هي أسهل يعني، كان هو اللي كان متوقع أني نتخصص في هذا المجال، مجال الطب. حقق تلاميذة مدينة بوقطب بالبيض هذه السنة مراتب جيدة في الامتحانات الدراسية، بمرتبة أولى لشعلان فاطمة الزهراء في شهادة تعليم متوسط، وسهيلة بودخيل المرتبة الأولى بشهادة البكالوريا، فكل الشكر لمن ساهم في هذا النجاح.